بعد أسابيع من العمل والتفكير شغل قررنا مش نقيو حزب مش حييو حزب أفاق تونس. العديد سألونا علاش حزب الحالة السياسية الحالية علاش حزب وشكون المكونات وكيفاش باش نخدموا في المستقبل. شكون المكونات؟ أفاق تونس كما تعرفوا بدا في مارس 2011 وتقدم للانتخابات السابقة، جاب قرابة 80,000 صوت في انتخابات 23 أكتوبر 2011، أربعة نواب، جهة المدين، جهة مهدية، صفاقس ونابل. للأسف الجمهوري ما نجحش في هذه عملية التوحيد. خذينا سنة كاملة مش قيمنا وحاولنا. علاش؟ من الأول بالطبيعة كنت تتذكروا اللي صار في مؤتمر إنشاء الحزب، صارت بعض المشاغل ونسحبوا بعض الإخوان في التيار الإصلاحي من الحزب الديمقراطي التقدمي، ثم انطلق نداء تونس في جوان 2012 والجمهوري التوقع نتاعو أصبح غير واضح. قلنا مش مشكل نخدمو ونقدمو بطريقتنا ونجمو نجيبو الإضافة لبلادنا، وتشجعنا ومشينا في الاتحاد من أجل تونس اللي يمثل مرحلة ثانية من توحيد القوى الديمقراطية، ونحاولوا في نطاق هذا الاتحاد نخلقوا التوازن ونجيبوا لبلادنا الإضافة اللي حاجتها بها في الساحة السياسية. وخدمنا هكا 6 شهور 8 شهور الأولانيين. للأسف منذ اغتيال الشهيد شكري بالعيد الله يرحمه الضبابية بدأت في الخط السياسي في الجمهور. التركيز شنو الأولويات ولات ما عادش فما وضوح. ولكن اللي مش معقول هو أنه اليوم صبر أرى الأسبوع اللي فات عامين ونص بعد الثورة وعامين قريب بعد الانتخابات الأولى كي نسألوا التوانسة هل غدوة كان يصيروا الانتخابات تمشي تنتخب ولا لا؟ 55% يقولوا لا. هذا شو معناها؟ معناها التونسي بعد عامين ونص مازال ماهوش راضي بالمقترح السياسي الموجود اليوم. الشباب بعيد ياسر على السياسة، نسبيا الشباب ماهوش حاضر بالصفة الكافية. الجهات في صف الآراء آخر 70% يعتبروا اللي السياسيين ما همش قاعدين يعالجوا في مشاغلهم. المرأة ودور المرأة، احنا نعتبروا المرأة في تونس عندها دور كبير. من عهد بورقيبة أعطى المرأة حطها في المكانة بتاعها ودورها ينجم يكون كبير، ولكن في العمل السياسي مش كافي. باهي نحطوا التصانف للمجالس والمجالس البرلمانية، إذا ما تكون حاضرة أكثر في العمل السياسي. باش نركز على حاجتي. احنا عندنا 5 قيم: الحرية، المساواة، التضامن، المسؤولية والنزاهة. احنا شو نراو في المسؤولية؟ أولها العمل. قيمة العمل فقدت في بلادنا. ثانيا الكفاءة. والكفاءة موجودة في كل مواطن، اللي يخمم كفاءة يخمم نخبة، يخمم مستوى تعليمي، يخمم مستوى، لا، الكفاءة موجودة في كل مواطن. ومن بعد فما محاسبة على المسؤولية. عندنا أمثلة كثيرة. احنا كي نسمعوا البارح رئيس حكومة يفسر لنا اللي أنصار الشريعة مجموعة إرهابية، وقت اللي عام التالي كان وزير الداخلية كان هو من القدام يسناو فيه من التالي، ودخلوا العكس سنة فيهم من القدام جاو من التالي. وقت اللي أي إنسان، وأنا دخلت السفارة الأمريكية وشوف ايش صار في السفارة الأمريكية، عملية إرهابية واضحة اللي عملوها واضحين. أسبوع من بعد الزعيم بتاعهم في جامعة الفتح كل ما كان نجم يتشد، لا ما شدوش. هذه المسؤولية، وين المسؤولية؟ إذا مش مسؤولية تولي كفاءة. وقت التعاصى كان وزير الداخلية ورئيس حكومة فمش كفاءة باش نجمو نشدو إرهابي، وين ماشي؟ ولهذا قيمة العمل وقيمة المسؤولية بالمحاسبة على العمل قيمة هامة في حزب أفاق تونس. التوجه الآخر اللي مركزين عليه هو أنه في المرحلة القادمة لا يمكن باش نحلوا المشاغل الكبيرة لبلادنا من غير استثمار استثنائي في البلاد. يلزم نوع من خريطة مارشال في بلادنا. مش نجم تصير، يلزم أصدقائنا. أصدقائنا كثيرين في العالم. انفتاحنا أعطانا أصدقاء. احنا في محيط مغاربي عندنا في أصدقاء. وماشي بلادنا. يلزمنا بسرعة تنتهي هذه المرحلة الانتقالية.
يلزمنا بسرعة ترجع الكفافة في كفاءة في تسيير الدولة، يلزمنا بسرعة نحط تونس في المستوى اللي تتحقق، واحنا في أفاق تونس متحزمين لهذا. شوفوا حقيقة المشاغل، شوفوا حقيقة المشاكل، وبالواقعية والبراغماتية نلقاو الحلول ونجيبوا الكفاءة للعمل السياسي ونحطوا تونس في المستوى اللي يلزم. إذا يلزمكم تشدوا حاجة على أفاق تونس اللي يلزم يلقى وعقلية المسمار في حيط يلزمها تنحى من البلاد هذه. أفاق تونس مش يكون هيكلة يمكن مش موجودة، يمكن مش ياسر الناس بتعجبوا فيها، ولكن هيكلة مش تعطي مكانة لكل منظمة. كما قلت لك في الجمهورية احنا خرجنا من الانتخابات 23 أكتوبر كي تلم الحزب التقدم يعمل 4%، أفاق تونس 2 وباقي الأحزاب 1% 7%، وكنا في جوان في 4%، معناها في جوان توا 2012، معناها إضافة للعائلة الديمقراطية ماهيش موجودة. الفكرة كان صار وقت باش يصيروا الانتخابات، هذا سؤال. كي خلطنا الانتخابات احنا ماشي نساهموا في التشتيت، كي جاو الانتخابات في صار العائله السياسيه بتاعنا معروفه، احنا ما تخليش بصدفه في الاتحاد من اجل تونس، وهذيك مبادئنا، واحنا العائله السياسيه بتاعنا معروفه، كان لازم نساندوها حتى كان ما شاركناش فيها. كان الوزن بتاعنا سمح ونجحنا وهذا طموحاتنا اليوم، وصاروا معناها تاريخ ويسمح باش نجيبوا اضافه، بطبيعة الحال مش تكون إضافة للعائلة السياسية يعني نلقاو طريقة كيفاش هالإضافة هذه تدفع. يعني الفكرة لا، الفكرة أنه الإضافة ولا التشتيت.